الله يرضى عليكم. سؤالي يعني مشكلة والله العظيم. أبي بكر الصديق ما تخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جنبا إلى جنب، فهو في موقع القيادة. هكذا كان أبو بكر، ما تخلف عن غزوة واحدة لا هو ولا عمر، هكذا. أما أنت يعني إذا كان قتال الرجال وإسماء الرجال الذين قتلوا على يد هؤلاء، فأنا أقول لك أي غزوة قادها أبو بكر؟ ممكن تقول لي شو اسمها الغزوة اللي كان كلها شهدها مع رسول الله؟ أوقف أخ علي. أي غزوة كان أبو بكر فيها كقائد عسكري؟ يعني في بدر مثلا، كان في العريش مع النبي عليه الصلاة والسلام في موقع القيادة. ممكن تقرأ لنا رواية العريش؟ عزة ما زلنا عزة منذ أن أسلم عمر. هذه الكلمة تغني عن عمر من قتل والمقتول شنو كان؟ أستاذ علي بس خلي حتى يفهم المشاهد. لحظة، أنت قلت أنه في معركة بدر النبي أبو بكر كان مع النبي في الخطوط الخلفية، يعني في الخيمة، كان في العريش في منصة القيادة. ماشي، يعني في الخطوط الخلفية يديرون المعركة مع النبي عليه الصلاة والسلام. مع القادة يفعل. كان مع القادة في الخطوط الخلفية. زين، سؤال. مع النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال، النبي نزل يحارب لو لا في بدر ملازما للعريش، يقود الجيش، يوجه الجيش النبي في بدر، هذا واجبات القائد. النبي في بدر نزل يحارب ولا لا في بدر؟ لا، لم يحارب. يوجه الجيش النبي في بدر. نعم. لم يحارب. زين، النبي عندما كسرت رباعيته وشج جبينه شلون لم يكن يحارب؟ هذا ما روي في أحد، وهذا كلام باطل، لأن النبي معصوم من الناس، لا يصل إليه أحد. طيب حجينا العزيز، والله يعصمك من الناس. تفضل حجينا أخوان والله يعصمك من الناس. هذه نزلت بعد أحد، واضح حبيبي العزيز؟ هذه نزلت في ما بعد حجة الوداع. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. واضح أخي العزيز؟ هذه نزلت في بعد حجة الوداع. احنا نتكلم الان عن احد. انت تقول ان ابو بكر كان قيادي وكان مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في العريش، امنا بلا. ممكن تقرا لي روايه العريش اخونا العزيز؟ اقرا لي روايه له، شنو كان دور ابو بكر في العريش؟ اقرا لي، يعني ايش كانوا في العريش يفعلون كذا كذا كذا. اقرا لي روايه واحده. هذا نعم، هذا ما رواه اهل السير كابن هشام. اقرا لنا روايه ايضا في كتاب. هي استخرجك يا اذا يوجد متسع من الوقت استخرجك يا زين. طيب، اذا كان هكذا ابو بكر سيد ميثم، عفوا، انت قلتها، انت ذكرت هذه الحادثه ان النبي كان انت ذكرتها، يعني عانفا ولا انت تنكرها؟ لا، انكرها ليش؟ يعني انا عندي فيها فرد مساله حينما ذكرها، لان علمائك ذكروا الرواية وحرفوها. ماذا حرفوها أخواني؟ أبو بكر حين ما كان داخل بهاي المسألة، إنه ماذا قال له؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله يوم أحد، وهذه موجودة الآن، إذا تحبوا أقرأ لكم إياها بالمصادر. يرفع يديه يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد بعد اليوم. أبو بكر ماذا يفعل أخواني؟ يقول له كفاك بغض ربك مناشد، بغض ربك مناشدتك. سووا حرفوها بغض ربك مناشدتك. ثم ان ابو بكر في مستدرك بسند صحيح يقول كنت اول من فاء في احد. يعني شنو اول من فاء؟ يعني رجع بعد الهروب. التصعدون ولا تلون على احد، والرسول في اخراكم، يدعوكم في اخراكم، يقول لهم تعالوا رجعوا. وعمر كان من أصحاب الصخرة. الآن بالحديث الصحيح القاطعة من السير أعطيك أن عمر كان يريد أن يطلب الأمان من عبد الله بن أبي. من لي بابن أبي من أصحاب الصخرة؟ فجاءه عم أنس بن مالك، أنس بن النضر، قال ما يقعدكم يا طلحة، يا عمر ما يقعدكم؟
قالوا من لنا ابن ابن أبي ابن القيم يذكره على ما بالسيرة مذكورة بالأحاديث الصحيحة السند أيضا مذكورة. قالوا قتل محمد قتل محمد. قال فقوموا فقاتلوا على ما قتل ما قاتل عليه. ما قام وقام أنس قاتل أنس بن ضرب وقتل استشهد رضوان الله عليه. وامرأة والله يا أبو حسين يا أخوان العزيز والله ما أقول هذا من أجل أن أنتقص من دينك بس هذه هي الحقيقة وإن كانت مرة. امرأة نسيبة بنت كعب الأنصارية ما هربت وأبو بكر هرب وعمر هرب في أحد وضربت على عاتقها وضرب ابنها أمامها والنبي يقول لها يا أم عمارة ابنك قالت فداء لرسول الله وبقيت تقاتل معه تقاتل معه نفر معه أربع نفرات أو خمس نفرات والنبي صلى الله عليه وآله أعطى ظهره للجبل وأخذ يقاتل وعلي بن أبي طالب معه وفي هذه الواقعة سمعوا المنادي الذي نادى لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو يا علي رد عن هذه الكتيبة. علي بن أبي طالب نسيبة بنت كعب الأنصارية ونفرين واحد من الأنصار وشخص آخر من المهاجرين من بني هاشم وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمر يصعد فوق الجبل وعثمان بلغ تخوم اليمن حتى النبي استهزأ به بلغ تخوم اليمن ثلاثة أيام مسير قال ذهبتم بها عريضة. النبي صلى الله عليه وسلم تحب أقرأ لك الآن بالمصادر والله طالبني بها مصدر أعطيك إياها مصدر فمن المعيب كيف شو اللي طلحة كيف يعني في المعركة هذا شو اللي طلحة قالوا بتر أصبع هذا من الكلام الفارغ بتر أصبع وضرب أصبع وكل ما عائشة تسميه بإيه ذي الأصبع كل ما جلس وشال إيده وقال هذا وقال أبو بكر هذا اليوم كله طالحة هذه اللي هذا الكلام فارغ ما يقدم ما يقدم واضح العزيز يعني هو هذا الرد العلمي سيد وهذا الرد العلمي رد عليه رد ضعف الرواية يعني تريد أعطيك الروايات الصحيحة في من هم كانوا أصحاب الصخرة الآن من أقوال العلماء من الروايات الصحيحة أنا أعطيك إياها يعني ليس في معركة أحد شلة يد طالحة عن رسول الله قالوا بوتر أصبع أدري اللي يبتر أصبعه في داعي إنه خلصت بعدها بوتر أصبعه وانتهت يا أخي امرأة ضربت على عاتقها وقفت ظل الصامدة هذا أصبح على أصبعه يهرب نعم أخي اللي يبتر أصبعه يهرب النبي قلتم أنه شج رأسه شجرت أصابع طلحة طيب يعني ماذا فعل يعني حجينا رحمة والديك أريد دقيقتين حتى أبين هاي المسألة شوف أخوة العزة وكنت أنا داخل على مسألة أخرى داخل أريد أن أبين هذا الأخ الذي يقول إنه الدليل إنه أسامة ليس أفضل علي ليس أفضل من أبو بكر وعمر إن النبي صلى الله عليه وآله أخرج أسامة ولم يخرج علي بن أبي طالب طيب هذا هو الدليل على أن علي بن أبي طالب أفضل منهم لأنه لماذا؟ لأنه أبو بكر وعمر خرجا جنديين صغيرين تحت جيش أسامة الآن أقرأ لك الروايات الصحيحة في هذا الباب وعلي بن أبي طالب لم يخرجه النبي صلى الله عليه في جيش أسامة فالمقارنة باطلة من أساسها مقارنة لذلك ابن تيمية جن جنونه من مسألة خروج أبو بكر وعمر في جيش أسامة لماذا؟ لأن هذه القضية تسقط صلاة أبو بكر تسقط خلافته وتبين بأنه رجل عاصي الجرف خمسة أميال عن المدينة كيف عمر وأبو بكر تركوا الجرف تركوا الجيش وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله في رزية الخميس ماذا يفعلون؟ كيف نجمع بين أنه صلى بالناس أمره النبي بالصلاة بالناس وكيف أمره النبي صلى الله عليه وآله أن يكون في جيش أسامة وأسامة عمر ظل إلى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله يسلم هذا اقرأ بسند صحيح في سير أعلام النبلاء يقول له السلام عليك أيها الأمير لقد مات النبي صلى الله عليه وآله وأنت عندي أمير وأبو بكر يترجى عمر بن الخطاب ترجى أسامة أن يترك عمر بن الخطاب حينما جهزوا إلى مؤتة بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله هذه حقائق أنتم ما تقرونها تقرؤون ما يوافق أهواءكم فقط ما تعملون المقارنة بين الأحاديث لماذا هذا ذكر كيف هذا ذكر ما هو الصحيح ما هو الكذب شوف أخونا العزيز هذا في تفسير الطبري يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ذكر الأخبار الواردة في ذلك يقول حدثنا إلى أن يقول فقال أناس لو كان نبيا ما قتل وقال أناس من علية أصحاب نبي الله صلى الله عليه وآله
قاتلوا، هذا كلام أنس ابن النضر، على ما قاتل عليه محمد نبيكم حتى يفتح الله لكم، فقال الله صلى فقال الله تبارك وتعالى لن يقول. ثم يسميهم بأهل الارتياب، الطبري نفسه يسمي هؤلاء الذين قالوا قتل محمد وهربوا بأهل الارتياب، يقول رقم 7950، يقول وناس من أهل الارتياب والمرض والنفاق قالوا يوم فر الناس عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وشج فوق حاجبيه وكسرت رباعيته قتل محمد فالحقوا بدينكم الأول. ايش بيهم ذولا؟ ذولا قالوا من أهل الارتياب، فالحقوا بدينكم الأول. ثم البخاري يخرج يقول عن أنس بن مالك إن عمه يعني أنس بن النضر غاب عن بدر فقال غبت عن أول قتال مع رسول الله صلى الله عليه وآله لأن أشهدنا الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله ورين الله ما أجد فرقي يوم أحد، فهزم الناس فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما جاء به المشركون، فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد، فمضى فقتل فما عرف حتى عرفته أخته إلى آخر الكلام. طيب من هم هؤلاء؟ يقول الطبري في تاريخه حدثنا يقول وفى شاف الناس إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل، فقال بعض أصحاب الصخرة، احفظهم من هم اللي قالوا هذا الكلام، أصحاب الصخرة ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبي فيأخذ لنا أمنة من أبي سفيان، يا قوم إن محمدا قد قتل فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم، ارجعوا مشركين. قال أنس بن النضر يا قوم إن كان محمد قد قتل، هذا الحوار وين؟ على الجبل فوق الصخرة، فإن رب محمد لم يقتل، فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد، اللهم أني أعتذر إليك، نفس رواية البخاري، شوف مما يقول هؤلاء وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل. طيب الآن من هم هؤلاء أصحاب الصخرة اللي ذكرهم الطبري وصفهم بأهل الارتياب وأعمى أسماءهم، من هم؟ هل هناك شخص ذكرهم؟ شوف الذهب ماذا يقول تاريخ الإسلام، وقال يونس عن أبي إسحاق حدثنا القاسم بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري قال انتهى أنس ابن النضر إلى عمر وطلحة. الله، وين؟ إلى عمر وطلحة، ورجال ألقوا بأيديهم فقال ما يجلسكم؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله، قال فما تصنعون بالحياة بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. إذن من هم الذين هم أهل الارتياب؟ ها؟ الذين قالوا ارجعوا إلى دينكم الأول، الذين قالوا من لنا بابن أبي أخذ لنا أمانا من أبي سفيان، من هم؟ عمر وطلحة. ابن كثير في تفسيره يقول وقوله ثم صرفهم عنكم ليبتليكم، قال ابن إسحاق حدثنا القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أحد بني عدي بن النجار قال انتهى أنس بن النضر عم أنس ابن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا بأيديهم، قال ما يخليكم؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه، ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. وعمر نفسه يحترف بالهروب، عمر نفسه يحترف بالهروب يوم أحد. والذهبي المحاكي النسابوري يقول أبو بكر يقول كنت أول من فاء، يفتخر أول واحد رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجع بعد الهروب، رجع بعد أن ذهب. طيب يقول أعز الله الإسلام به، أخي هو في صحيح البخاري، هو في صحيح البخاري خائف يرتجف، ها؟ ثم أجاره العاص بن وائل السهمي، أجاره قال يزعم هؤلاء أنهم يريدون قتلي، يقول البخاري كان في البيت خائفا يرتجف، والصبية طوق الدار سال بهم الوادي فقال لا سبيل لهم عليك، بعد أن قال ذلك يقول أمنت. طيب سيد أنا نفسي خائف من قريش، خائف من الصبيان، يعز الله به الإسلام. طيب قبل أن أقدم الأخ عمر من الأردن عند مداخلة الأخ محمد الشبلاوي، أخونا محمد الشبلاوي تفضل. محمد الشبلاوي تفضل. السلام عليكم.